نتطلع لتنويع الشراكة بيننا، فنحن المغربيون والصينيون نطمح لفتح قطاعات استراتيجية جديدة. هكذا أعلنت السلطة المغربية عن تحالفها الرسمي مع الصين السيادي شرق آسيا، في زمن تألق فيه المغرب وحطم الحواجز بشتى القطاعات الصناعية العالمية، بدءا من تصنيع السيارات وحتى الصناعات الثقيلة كصناعة الطائرات والقطارات. تتجه الأنظار اليوم من كل حدب وصوب نحو علاقة المغرب والصين في ظل ارتسام ملامح المشروع المشترك الضخم، وتسليط الضوء على السلطة المغربية من قبل مجالس أصحاب النفوذ بأوروبا والعالم. فالمملكة المغربية تراهن على شهرتها وقدراتها لاكتساح المشهد الطاقي القاري من خلال مصانع توربينات الرياح من الجيل الجديد وحملات التجديد والتوسع القادمة. فما هي تفاصيل مشروع التحالف المغربي الصيني؟ وكيف ستكون فائدته على المغرب؟ وهل من مطامع أوروبية؟ حسناً، هذا محور كلامنا لليوم، لكن قبل ذلك ندعوك للاشتراك بقناتنا ومتابعة مستجدات العالم معنا. ثروات المغرب تحت المجهر. يتزايد الطلب على الطاقة يوماً بعد يوم في جميع أنحاء العالم، لذلك بات من الطبيعي أن يتحول مجال الطاقة المتجددة لعامل رئيسي لمستقبل كوكبنا. فهذا المجال يتيح لدول العالم إحداث صناعات متفرعة لنفس الغرض، والمغرب إحدى تلك الدول التي عمدت على تكثيف العمل على صناعات طاقة المستقبل. فبجانب شهرته الواسعة في علاقة بالطاقة الشمسية، إلا أن مكانة المملكة الحقيقية مرتبطة بشكل أكبر بالطاقة الريحية بصفتها الأولى عربياً بهذا القطاع الذي يمثل أحد أكثر المجالات المتجددة والمكلفة عبر التاريخ، بما أنه بالوقت الراهن يمثل صناعة حيوية لجميع البلدان على حد السواء، ليس فقط لما يتأتى منه من مكاسب مادية طائلة ورفاهة اقتصادية، بل أيضاً نتيجة لما يساهم به من تخفيض هام لانبعاثات غازات ثاني أكسيد الكربون السام. لهذه الأسباب تحديداً نستطيع فهم الهاجس الكبير للمغرب نحو السعي الجاد لتعزيز مكانة المصادر النظيفة بمزيج توليد الكهرباء الوطني، علماً وأن الحكومة قد تمكنت من رفع نسبة إنتاج الطاقة المتجددة إلى 38% من إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية عام 2022، حينما بلغت قدرة المملكة على إنتاج الكهرباء من الطاقة الريحية 13.48%، أي ما يعادل 1430 ميجاوات من جملة 28 مشروعاً وطنياً للطاقة الريحية، حيث تشيد تقارير الخبراء الأوروبيين بالإمكانات الاستثنائية للأراضي المغربية القادرة على تحصيل ما لا يقل عن 10 جيجاوات من الكهرباء عن طريق توربينات الرياح الحديثة والمزارع البحرية خلال السنوات القادمة. إذ وكما جاء بالتقرير، فإذا ما استخدم المغرب مزارع الرياح البحرية، فسيكون من الممكن للبلاد أن تلعب دوراً مستقبلياً بمجال الطاقة المتجددة بالعالم، إذ إن مزارع الطاقة الريحية ستخول للمملكة تحقيق زيادة هائلة بالإنتاج، نظراً إلى أنها بذلك ستتمكن من إحداث أكثر عدد ممكن من التوربينات الهوائية داخل نطاق رياح أسرع، الأمر الذي من المحتمل جداً أن يوسع صناعة الطاقة الريحية بالمغرب، بجانب توفير 75,000 موطن شغل جديد ورفع سقف القيمة المضافة للاقتصاد المحلي إلى مليار دولار، وفقاً لنتائج بحوث المجلس العالمي لطاقة الرياح المعروف بجواك، الذي توقع حدوث ذلك خلال السنوات الخمس القادمة ضمن رؤية 2030، بحال حسن استغلال المملكة المغربية لإمكاناتها الهائلة بهذه الصناعة على المدى الطويل، وهو ما سيعود بالنفع عليها لاحقاً بيئياً واقتصادياً ومن ناحية الأمن القومي طبعاً. توربينات المغرب.
في ظل ما تمتلكه المملكة المغربية من ثروة طبيعية غير مستخدمة بالشكل المطلوب. اتجه المسؤولون إلى نشر سياسة التعاون مع عدة أطراف خارجية لتغطية نفقات استراتيجية المملكة ولتعزيز مركزها بالقارة السمراء كمنتج أول وتهديد عالمي لنخبة المنافسين. فعلى سبيل المثال، أعلن المصرف الأوروبي قبل سنتين من الآن عن موافقته الكاملة على إعادة بناء وتعمير وتجديد محطة رياح الكدية البيضاء أقدم مزرعة رياح بأفريقيا، بغية الرفع من إنتاجيتها السنوية إلى الضعف، أي 100 ميجاوات من الكهرباء، إضافة إلى المساهمة في إنجاح سياسة الحياد المناخي عبر التقليل من ثاني أكسيد الكربون بمعدل 300 ألف طن سنوياً. ثم وفي علاقة بقرارات السلطة المغربية والمصرف الأوروبي، فإن التحديثات التي ستطرأ على محطة الكدية البيضاء ستكون مرتبطة أساساً بشركة سيمنس غامس الألمانية، التي كانت قد افتتحت أحد فروعها المتخصصة بإنتاج شفرات التوربينات الريحية بالمملكة المغربية وتحديداً بطنجة عام 2017 دعماً لسياسة صنع في المغرب. كون هذا المصنع يعد أول مصنع لشفرات التوربينات الريحية بإفريقيا والشرق الأوسط، وبذلك ستتمكن الكدية البيضاء من تلبية احتياجات نحو 420 ألف نسمة من الكهرباء بالاعتماد على جيل جديد من توربينات الرياح ذات الكفاءة العالية والصنع المحلي، بيد أن طموح المغرب يتخطى هذا الحد، بما أنه جدد ثقته بالصين من خلال تحالف صناعي أدى إلى إعلانهما في مطلع هذا العام عن تنفيذ مشروع ضخم لتصنيع توربينات الرياح بالمملكة كأول مشروع استثماري لشركة آيلون الصينية خارج أراضي الصين، وبتكلفة بلغت حوالي 240 مليون دولار، ما سيسهم تباعاً في توفير 3300 فرصة عمل لسكان إقليم الناظور بحلول عام 2025. يأتي هذا على غرار تطلع الشركة الصينية إلى تثبيت نفسها كشركة رائدة عالمياً بمجال تصنيع شفرات توربينات الرياح، إلا أن هذا لم يكن ليكون ذا فائدة للمغرب لولا توفير الحكومة للسيولة المالية اللازمة لتحقيق استراتيجية 2030 الهادفة لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52% بمزيج الكهرباء الوطني، حيث إنها تمكنت من الحصول على قرض هائل بقيمة 44 مليون يورو من EBRD، وقرضاً آخراً من صندوق تكنولوجيا المناخ التابع لصندوق الاستثمار المناخي بقيمة 4.5 مليون يورو. فوائد مصائب أوروبا. كما يعلم الجميع، فإن القارة العجوز تعاني من تذبذب على مستوى الأمن الطاقي جراء قطعها للعلاقات مع روسيا التي شنت حربها على أوكرانيا منذ عام 2022 ولا تزال مستمرة حتى اليوم، وهو ما دفع الدول الأوروبية إلى البحث عن سبل أخرى لتغطية النقص الطاقي الحاد عبر التعامل مع أطراف أخرى لعل أبرزها بلدان الشرق الأوسط والقارة السمراء. لكن وفي تواصل للعلاقات الأوروبية المغربية، فحتى الآن فازت المغرب بمشاريع مهمة تشمل تصدير فائض إنتاجها من الكهرباء مستقبلاً إلى بريطانيا عبر أطول خط كهرباء بحري في العالم، على غرار مبادلاتها الطاقية المستمرة مع إسبانيا، ما يقودنا بالنهاية إلى سؤال الحلقة: فهل تتوقع أن يحقق المغرب نجاحاً ساحقاً مرة أخرى؟ أم أن هذه المشاريع ستتحول لنقطة سوداء بتاريخ المملكة؟